الاكيوت ابدومن كله بيصب في الراديولوجي، يعني ما فيش حد دكتور جاله عيان اكيوت ابدومن هيشخصه كلينيكال ويفتحه كلينيكال، لازم يرجع لمين؟ الراديولوجي. واحنا عارفين الراديولوجي ده عامل زي بتاع بيترش على اي طعام ده، يعني كل كونفرنسات بره هتلاقي فيها الباثولوجي والراديولوجي ده في كل كونفرنس، كل حاجه بتاع الجراحه بتاع البطنه بتاع النيورو راديولوجي بتاع النيورو مش عارف النيورو سيرجري كله بيبقى بتوع الراديولوجي متداخلين في كل حاجه، مش عشان كده كل الناس تكرههم. ماشي. الاكيوت ابدومن ايه التعريف بتاعها؟ بيقول لك الاكيوت ابدومن ده عباره عن سيفير ابدومينال بين ديفلوبينج سادلي فور اوفر ا بيريد اوف اورز. موست فريكوينت ريزون بتبقى موجوده في الايمرجنس، يعني انت تفتكر ايام امتياز ايام ما كنت انت في اي مستشفى كنت شغال فيها هتلاقي فتره استقبال بتاعك كل شويه جالك عيان ايه عنده اكيوت ابدومن، سواء رينال او ابندسايتس او ايا كان ايه السبب بتاعها. الاكس راي برضو ليه دور كبير في حاجات كتير في الاكيوت ابدومن، لكن احنا لو ما وصلناش منه من الاكس راي والسونار بنرجع السي تي، لكن هو السي تي يعني اخر حاجه السي تي هو اللي بيحل لنا مشكله اي اكيوت ابدومن، مش الام ار ملوش رول في الاكيوت ابدومن، لكن الاكس راي ليها الانتربريتيشن بيطلع لنا ايه معلومات قيمه من ايه من اكيوت ابدومن. احنا قلنا البيزك برضو فيو بيبقى سوباين ابدومن راديوجراف واريكس شيست، ده البيزك في الاكيوت ابدومن. لو احنا شاكين برضو في تسرب سراكشن بنعمل اريكت ابدون، قلنا اللاترال ديكيوبيتاس لو العيان ما يقدرش ايه ما يقدرش يقف، لو العيان ما يقدرش يقف بنقيمه على الترابيزه اللاترال ديكيوبيتاس ونجيب الابوه من جنبه ونخليه 10 دقايق عشان لو في ايه لو في هواء يطلع فوق يبقى فوق الابدون في الليفل بتاع الابدون. الاريك شيست مهم جدا لانه سمول نيوبريتينيم بنشوف الاريك شيست احسن من اي حاجه، وفيريس شيست ديزيز ممكن تميمك اكيوت ابدومن، يعني ممكن عنده نمونيا وعنده ميه فاتحه ما ينفعش يجي لك الجاستيك بين، لو عنده نمونيا يجي لك بريت هايبوكوندر البين، لو عنده مثلا دايسكتنج اورت كانيوليز ثوراسي يجي لك بجاستيك بين، ففي حاجات كتير بتتلخبط، يعني جاي شيك من حته يبقى الباصور اللي في حته ثانيه، فالشيست اكس ري برضه بيساعدني ممكن الاقي السبب موجود فين في الشيست اكس ري. طيب الحاجات اللي بتبقى في الشيست وتدي اكيوت ابدومن زي النمونيا والمايكارد انفاكشن بالمودر امبوليزم والهارت فيلير والبريكارديتس والنيوموثوركس والبلوريسي والدايسكتنج ايه اورت كانيوليزم، ده الريجون بتاع الابدومن. احنا عارفين الابدومن دي ابر ولور هايبوكوندر متقسم الى 9 اماكن، كل مكان ليه اسم، ده رايت هايبوكوندر ده بيجاستيك ده ليفت، ده رايت لامبر وده الامبلايكا وده ليفت لامبر وده رايت الياك فوسا وده هايبوجاستريك ريجون وده ليفت الياك فوسا، كل مكان بيجي فيه بين بيبقى ليه اسباب، ده التقسيمه لاسباب. لو انت بتذاكر من على النت اقرا من ده طبعا عشان لما تجيلك في الامتحان تقراها من العيان. وفي برضه تقسيمه لو مفصله اكتر، رايت هايبوكوندريا مثلا بيجي فيه الكوليسيستايتس والدينيان اثر هيباتايتس والبيلونفلايتس والابندسايتس والنيموني. اللور ده بيبقى كتير ابندسايتس مراحس البنجايتس ميكس دايفتيكوم هي حاجه من الحاجات دي، اللي بيجاستريك طبعا او الليفت هايبوكوندريا البنكرياتايتس والابر هايبوكوندريا الرابشر سبلين والالسر والبرفريت الكولون والبيل والنفرايتس. طيب بيجي للجاز باتر اللي احنا قلناه في المحاضره الاولانيه، الاستومك بنشوف فيها ايه؟ دايما فيها هواء، ماشي، لانه طول ما انت قاعد بتبلع ايه؟ بتبلع هواء، فدايما في الاكس راي بنلاقي فيها هواء. السمول باول لوبس ممكن نلاقي الاثنين او ثلاثه نشوفهم والنورمال دايمتر لغايه 2.5 سم، مسموح بيه لغايه ثلاثه، اكثر من ثلاثه بيبقى ايه؟ بيبقى باثولوجي. اللارج باول لوبس دايما في الريكتم والسيجمويد كولوم بيبقى فيهم هواء، لكن ممكن تشوف هواء في الكولوم كله، ده النورمال جاز بوش. ادي عيان عامل لنا اكس راي في الابدومن، في هواء موجود في الاستومك، في هواء موجود في الريكتم، وهو موجود في الكولوم، في تو سمول باول لوبس دول مسموح بيهم ممكن تشوف فيهم ايه؟ تشوف فيهم اير. الشيست اكس راي برضو ايه اللي احنا بنشوفه اكتر حاجه في الشيست اكس راي؟ النيوموبريتينيوم. النيوموبريتينيوم بنشوف اير اندر ذا فراج بيبقى كريسنت شيب وبيبان في الاكس راي احسن. يعني الدنسيتي الهواء مع الهواء بيبقى ايه؟ بيبقى باينين مع بعض، ادي عيان عنده بايلاترال ايه؟ سب فرينك نيوموبريتري. الاسباب بتاعته احنا قلناها يا اما تبقى حاجات زي البرفريشن بتاع بيبتيك السر او حاجات فيها دايفرتيكولايتس حصل بيها برفريشن، انيوماتوز كولاي في الاطفال الصغيرين او الماليجنسي او ميكانيكال برفريشن ديكت التروما. الايتروجينيك ده اللي احنا بنشوفه كتير، هي واحده عامله ابدومنا سيرجري لو عملت له اكس راي في خلال اسبوع من السيرجري بتلاقي فيه واحده عامله سيزينا سيكشن لو شفت فيها البرفريك بس ما يكونش عندها بين وتعملوا في الاب بيقل في الحجم لغايه ما يروح خالص. وزي البريتونيال دايلسيس العينين بيعملوا دايلسيس بريتونيال ممكن تشوف فيه هواء طبيعي من نتيجه ال لو عنده نيوموثوركس وعنده كونجنتال بلور بريتونيال فيستولا ممكن برضو تشوف فيه ايه
النيو بريتينيوم، عينين ممكن بيرفاجينال بيرفاجينال دوشنج ممكن تشوف فيه نيو بريتينيوم. الاكس راي احنا قلنا اتليست يا اما سوباين اكس راي وبنعمل معاه شيست اكس راي ماشي. لو عين ما اقدرش اقف انا من الوقت على الدوكيوبس. ادي مثال عين اكس راي عملنا له اكس راي، شايف فيه سمول النيو بريتينيوم موجود في الرايت سايد وفي برضه شويه في الليفت سايد اكتر شويه، لكن شايف السايز حبه قليلين جدا. الاكس راي شيست جابهم ايريك جابهم كويس قوي. اللاترال برضه ديكيوبتس زي الدكتوره كانت بتقول بننام العين 10 دقائق ونخليه لدى الديكيوبتس لان العين ما يقدرش يقف. لو احنا بصينا هنلاقي الهواء اتجمع فين؟ فوق. اه الهواء عشان الكثافه بتاعته بتبقى اخف كثافه فبيطلع فوق. فاحنا ممكن نشخص لو العين واخد ايه؟ عين رعايه او عين مالتي تروماتايز مش قادر يقف لا شيست ولا قادر يقف قدم، فنعمل له اللاترال ديكيوبتس بس نميله على الناحيه ونسيبه مده 10 دقائق ناخد من الفيلم. برضه يقول لك ايه الساينس اوف النيو بروتينيوم؟ ايه الحتت اللي بتشوفها فيه؟ في البيري هيباتيك سبيس، الصب هيباتيك زي الاسايتس بالظبط، المورسين باوتش، اللي جاب انت تيريز، ونشوف نشوف اللي جاب انت تيريز لو شفتها هتلاقي هواء حواليها، الريجلر سايد اللي قلنا عليها، والفالسيفورم نجم امبلايكال في شيب، وفي كوبلا ساين شفناها، وفوتبول اير ساين، والايه؟ والسكروتال في التشيلدر، في الهواء ممكن الهواء ينزل لغايه سكروتال في الاطفال. ادي عين عملنا له اكس راي، شفنا في البيري هيباتيك سبيس والصب هيباتيك فيه هواء. ماشي؟ يبقى ده نيومو ايه؟ نيومو بريتينيوم. الفوتبول ساين احنا قلناها بتيجي طبعا في العين عندهم النيكروتايزنج انتيريكولايتس والهواء بيتجمع قدامه والابدومينال ايه؟ استراكشر بتتجمع ورا فبيديك شكل الفوتبول ساين الكره الامريكيه. ادي عين في هواء مالي بطن كلها واللي جوه ده شكل زي الكره بالظبط اسمها الفوتبول ساين. ما بتشوفهاش الا في الاطفال اللي بيبقى عندهم نيكروتايزنج. في الدبل بابل ساين احنا احيانا بنشوف هنا برضو في هواء في الاستومك او في الكولون، لكن احيانا معاه نيومو بروتينيوم فبيدي الاثنين بيدوا شكل ايه؟ دبل بابل ساين، كانه في هواء هنا وهواء هنا والاثنين واخدين ايه؟ نفس الشكل، لكن ده فراجمنت كوبلا، لكن ده وول بتاع باول فده نورمال هواء جوه باول، لكن ده هواء اب نورمال موجود في السب ايه؟ السب ده فراجمنتك سبيس او تحت الكوبلا على طول. قلنا ايه الحاجات الميميكنز؟ قلنا اول حاجه الشلاديتي والسب فرينك ابسس والكيرفلينا سب ده فراجمنتك بالمونري كولابس والسب ده فراجماتيك فات والسيست في النيوماتوزيس انتستينالس والسب بالمونر نيوموسوركس سالت عليه الدكتوره هنوريها بالصوره ما زيها. شلاديتي احنا قلنا شلاديتي بيبقى في ايه؟ في الهوسترال باترن بتاع الكولون وممكن يبقى يونولاترال او بايلاترال. لو اتلخبط عليك الامر مين هيحل المشكله دي؟ السي تي. تعمله السي بالذات لو ويز كونتراست تلاقي فيه باي مالك. احيانا في حالات ما تبقاش فيها هوسترال باترن باين كويس قوي. برضه سب فرينك ابسس قلنا عليه وبيلخبطنا بالاير اندر دافراجم بس بيبقى بيشوف في اير فلويد ليفل لكن البتاع بيبقى كريس شيب وما بيبقاش في اير اندر دافراجم ما فيش في اير فلويد ليفل بيبقى دايما الكوبلا اليفيتد مع ده لان ده لونج ستاندنج كان ابسس والابسس بعد كده عمل هوا فالدافراجم مش قادر يتحرك كتير فبيحصل له في ايه؟ باراليسيس دافراجم بيبقى الكوبلا اليفيتد. برضه الدكتوره كانت سالتنا ازاي نفرق بينه وبين النيومو بريتينيوم مع بولا، يعني انت لو بصيت في المنظر ده هل دي الكوبلا او دافراجم ولا مش الكوبلا؟ هل دي الكوبلا ولا انهي الكوبلا؟ بيبقى صعب احيانا ايفن يعني هي الكوبلا اللي تحت. بس لو لقينا صعوبه مين يحل لنا المشكله دي؟ برضه السي تي ما بيحلك المشكله لان السي تي بيشوف البولا كويس بيشوف السايز بتاعها ويشوف الول بتاعها كويس احسن من الاكس راي. لكن هنا افرض في واحد قاعد يجادل معاك قال لك لا دي الكوبلا وانت قاعد تقول الكوبلا هتدخلوا في جدل مين هيحل المشكله دي؟ نعمل سي تي ماشي؟ لكن دي انسيستد نيوموثوركس وده ديافراجمال. بعد لو انت اتلخبطت حضرتك تعملي اي سي تي. هي بص اللي يفرق كلينيكال هنا انا يعني ده لو تخيلي حضرتك ده كله اير اندر دايفراج العين يجيلك باكيد بين عمره ما يجي بين لكن ده جالك جاست انه بيكح عشان عنده سي او بي دي ماشي. لكن انت لو ما شفتيش العيان وبتاع هقول والله ده ممكن يكون غالبا انسيستد النيوموثوركس او بولي انت برينكيما البولي لكن البوسيبيليتي سب فرينك اير كولكشن كانت بيكسكلود فور سي تي لو انت اتلخبط عليك. لكن هو يعني لو الموضوع كلينيكال انت شفت العين بتعرفي كلينيكال بتاع العيان. برضو الجاستيك دراتيشن احنا قلناها وسببها ايه؟ برضو الباراليتيك ايليا استعمل جاستيك دراتيشن نفس الكلام ما كلها يعني عين عمل عمليه في بطنه وكل الاستومك كل الباول لوبس والاستومك ما جزء من الباول لوبس حصل لها دايلاتيشن زيها زي الباول لوبس
وقلنا الفرق بين الإيليس والاستراكشن في المحاضرة اللي فاتت. في حاجة اسمها جاستريك فولفولس، دي كتيرة وهنشوفها ازاي. اسباب دول اهم اربع اسباب بيعملوا اكيوت جاستريك ديليشن. في حاجه اسمها ايريس والون، في عينين بيقعد يبلع هواء كتير، هو كده طول ما هو قاعد يبلع هواء ممكن يشوف فيها اكيوت جاستريك ديليشن. احنا قلنا الفولفولس زمان في ايه، لو حد حضر في قلناها في ايه، حد يفتكر فين؟ لا 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 مش في كورس قبل كده، كنا في كورس البيريوم. لو حد حضر فيكم كورس كونفشنال كان الفولفولس، احنا قلنا الفولوس ده فيها نوعين، فيها اورجانو اكزيال واكزيال. ازاي اورجانو اكزيال واكزيال؟ الاستومك شكلها عامل ازاي؟ ليزر كفيكشر من فوق والكافوس انجكشن، وبعد كده ليزر كفيكشر من تحت، وبعد كده الانت ماشي. فاكرين احنا قلب السقه وحد فيهم كان زمان في سقه بيس الناس قبل الميه تطلع من حقيقة. السقه بيبقى شايل قربه في 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 في, في, في على بعض وماسك ايده قربه كده وبينزل ميه منها ماشي. القربه دي بيبقى متعلقه في حبل وليها كير زي السمك بالظبط، شبه السمك. الليزر كافيتشر بتاعها فوق والجريده كافيتشر بتاعها تحت، الجهاز الميكانيكي فوق اللي بيملى منه ميه والانتر ما هو قافله ربطه بحبل. لو جاب القربه دي عكسها، لو جاب رفع القربه عكسها على نفسه لفها حوالين رقبته والاكسس بتاعه، هيخلي الجريده كافيتشر فوق والليزر كافيتشر تحت، والميه بدل ما هي الجهاز الميكانيكي بيتاكس اسمه اوركانو اكسس فوق ماشي؟ من الاسم اورجانو اكزيال فولفولس. طب افرض جاب القربه دي قلبها ما عكسهاش، يبقى ده اكزيال، علاها على المحور الترانزيشن. جابها بدل ما الجسر اوسوفيال جاكشن فوق والانترا تحت عكسها، خلى الانترا تحت وخلى الجسر اوسوفيال جاكشن تحت والانترا فوق، يعني البيلوريك اوتلت، ده اسمه اكزيال فولفولس ماشي؟ عشان بس تفهمها، يبقى الاورجانو اكزيال بتلف حوالين الاكسس في النص لونجيتودنال اكسس، فبتلف كلها، فبتلاقي الليتر كيرفيشر بيبقى فوق والليزر كفيشر بيبقى ايه؟ طيب ده كتير، وانا عندي حالات كتير ما ارشفها، بس الهيزل انا كلينيكال براكت ما شفتهاش. يبقى ادي الاستومك بتلف حوالين الاكسس اللونجيتيودنال، احنا قلنا مشينا السقه وده رقبه السقه او الاكسس بتاعه في النص، فهو شايل القربه كده هيقلبها يجيبها الناحيه الثانيه بس هيعكسها، هيخلي الجريتر كفيشر فوق والليزر كفيشر تحت ماشي. بتشوف الجاسترو اسوفيجال جنكشن لو عندك شربته بيريوم هتلاقي الاسوفجس مالي من تحت برضه، هتلاقي الجاسترو اسوفيجال تحت لكن الانترم مكانه ماشي. وادي عيان مثلا اهو عنده ارجانو اكزيال فولفس، شايف السمك دايليتد بس هو في البريم بتبان احسن، يعني حتى انت لو شايف السمك دايليتد مش هتعرف تشوف الليزر كيرفيتشر مش باين اول جريتر، لو انت عامل له بريم هتلاقيها احسن. الثاني ده بيبقى الاكسس ترانزفيرس اكسس ما بتلفش، هو بتتقلب بس، يبقى الجاستر سوريال تحت والانترم فوق، ده الاكسيال فولفولس او ميزنتريك واكسيال، بيلف حوالين الاكسس بس تتقلب قلب. يعني بص هنا الانترم بقى فوق والجاستر سوفيجال جنكشن بقى تحت، لكن الليزر كفيتشر زي ما هو فوق والجريتر كفيتشر زي ما هي تحت. يعني هي دي بس عايزه بريم، او عايزه بريم احسن بيبينها احسن عشان انت بس انت عشان تفهمها انا وريتك ايه بتاع السمول باول اوبستراكشن قلنا عليها. دي ايه السمول باول؟ يعني يحصل فيها اوبستراكشن سواء انترنسيك او اكسترنسيك. انترنسيك زي الانترستيشن، اكسترنسيك زي الايه الابدومنا الادهيجن او تيومر في السمول باول ماشي. احنا قلنا نورمالي اكتر من 3 سم يبقى ده ايه ابنورمال. وايه الكلينيكال بريزنتيشن السمول باول اوبستراكشن؟ العين يجي لك بابدومنا السيفير، ابدومنا البين، اونست اوف نوزيا فومتنج وبلشنج وابدومنا السويلنج كونستيبيشن واوبستيبيشن وسيكوالينج باول ساوند، وبعد كده نو باول ساوند ليتلي، وفي الاخر ما نتيجه الاكزوشن بتاع السمول باول. ايه الاسباب؟ قلنا اكسترنسيك كوز الادهيجن والهرنيا والماسز والجونجينيتال، انتراميورا زي انفلاماتوري ستركشر والاسكيميا والسمول باول ديزيز، والانتراميورا زي الجول ستون والفورين بودي. طيب احنا قلنا البلين اكس راي ممكن يشوف ايه؟ ساينس ابير من 3 ل 4 ساعات بعد الماركت، بعد 12 ساعه. السوباين اكس راي بنقول دايليتد جاز فيلد باول، يعني كلها مليانه ميه اكتر من 2.5 سنتي، وممكن وبتلاقي فيه جاز في الكولون قليل قوي لانه الحركه مش ماشيه. الايركت فيلم بنلاقي نشوف اير فلويد ليفل او ستيب بلادر ابيرنس اكتر من كام؟ اكتر من 3. وفي سرينج اوف بيريل زي حبات السبحه اللي احنا شفناها في البتاع ده. ادي عين عنده سمول باول اوبستراكشن، ده السوباين وده الايركت. ايه اللي احنا شفناه في السوباين؟ شفنا فيه ديستندد سنترالي لوكيتد ابدومينال باول لوبس،
ولو لو بصينا كويس كبرت صور ممكن تشوف فيها الفالفي الكونفيننت، لكن مش باينه قوي هنا. لكن في سنترالي لار دايليتد باول لوبس اكتر من 3 سم، ولما عملنا لها ايريك لقينا في مالتيبل اير فلويد ليفلز ماشي، واللوكيشن سنترالي والكولو له باين لاترالي بعيد عنه، يبقى ده سمول باول ايه اوبستراكشن. ايه سببه؟ يعني انت مش شايف سبب اكستريم، ممكن يكون ادهيجن او يكون تسال العيان لو عامل عمليه يبقى ده بوست اوبراتيف ادهيجن. ادي برده سترينج اوف بيرل ده برده ده ايه سمول باول اوبستراكشن، هتلاقي زي حبايه السبحه في العيان اللي عامل ايه لاترال ديكوبتس. في حاجه اسمها كويل سبرينج ابييرنس، احيانا عارف انت ال عارف كويل سبرينج السوسته دي بتبقى ملفوفه، بيبقى السمول باول عامله زي كده برضو في الدايلاتيشن بتاعها، عامله زي المنظر بتاع ايه الرقيقات، مش عارف اسمها ايه بالعربي، الرقيقات الرصاص البتاع ده، ممكن تشوفها برضو في الجيجنم نتيجه الدايلاتيشن. وفي الفالفيلا هي شايفها في السمول باول، وفي السمول باول لوب سنترالي لوكيتد ابدومينال وول، ودايلاتيشن ده اكتر من 3 سم ماشي. برضه السي تي بيوريك يوريك الكوز برضه، يعني ده عيان مثلا عنده بتاع ده فاسكولار ليجن وعامل سمول باول اوبستراكشن، شوف سمول باول كلها دايليتد وفيها ايه ومليانه فيلد فلويد. قلنا الباراليتيك الياس دي بتبقى هايبوموتيليتي في الجاسترو سانال تراك، وما تشوفش فيها ميكانيكال، ما فيهاش ميكانيكال باول اوبستراكشن، يبقى باراليسيس. قلنا لو اكتر من 72 ساعه اسمها باراليتيك الياس، او اقل من 72 ساعه اسمها ايه؟ اسمها الياس. طب ايه اسبابها؟ دايما بتبقى بوست اوبراتيف، يعني اي واحد عامل عمليه في بطنه بعدها يجي له ايه نورمال يدخل في ايليس. العين عندهم الكترولايت امبالانس، لو واحد صوديوم بوتاسيوم حصل فيهم خلل برضه بتعمل ايليس. العين عندهم سيفير سيبسيس او عندهم جنرالايز بيوترينتس كاري اكشن، او عين خد بلانت ابدومينال تروما ممكن برضه يجي له ايه ايليس، او عين عنده انفلتريشن في الميزنتري باي تيومر. طيب قلنا الباراليتيك ايليس دي يعني ديفيكالت تو ديستنجويش الادايناميك ايليس فروم ميكانيكال اوبستراكشن based on the single radiography. يعني انا عملت له سباين اكس راي، شوف دايليتد باول لوبس، وانت مش عارف كلينيكال لا شفته ولا تعرفش عنه حاجه، هتقدر تقول ده الياس من سمول باول؟ مش هتعرف. لكن لو عملت له اريكت هتعرف تفرق ان سمول باول ستراكشر بيبقى فيها ايه؟ اير فلويد، لكن الياس غالبا ما بيبقاش مع اير فلويد. ده الجدول اللي كنت بقول لك عليه، السمول باول ستراكشر ايه السبب بتاعها؟ بيبقى غالبا في سيرجري من فتره، لكن ده بيبقى العيان مفهوش جاله ريسنت بوست اوبراتيف بيشنت، يعني لسه عامل عمليه من يوم او يومين، لكن ده بيبقى برايو سيرجري ليها فترات. البين انهي بيبقى معاه كوليكي بين وهو معاهوش كوليكي؟ الاوبستراكشن بيبقى معاه كوليكي، لكن الاليس ما بقاش معاه بين. الابدومينال ديستنشن ده بيبقى اكتر من ايه؟ ده بيبقى قليل شويه، الاوبستراكشن بيبقى اكتر من الثاني. الباول ساوند لو سمعت بالسماعه، الدكتور بتاع الجراحه بتاع البطنه بيسمع بالسماعه، لو سمع في ساوند يبقى ده ايه؟ اوبستراكشن، لكن لو ما سمعش في ساوند يبقى ده الياس. طيب السمول باول دايلاتيشن بيبقى موجود هنا وهنا، اللارج باول دايلاتيشن بيبقى ابسنت هنا وهنا بيبقى موجود هنا. ليه طب بيبقى موجود هنا وابسنت هنا؟ السمول تيست فيها اوبستراكشن فمش هتعد حاجه، فالديستا اللوب بتاعتها اللارج باول ما فيهاش حاجه فمش ضايق، لكن تاني ده فانكشن، يعني حاجه فانكشن الكترايد امبالانس بوست اوبرتيف بيبقى واخد الاثنين، فانكشن بيبقى واخد اللارج والسمول ما بيفرقش، هو كوما في السمول لكن ممكن الاثنين بيبقوا دايليتد. اوكي طيب استرانجوليشن استراكشن برضو ممكن لو عيان عنده استرانجوليتد هيرنيا انت كلينيكال بيبقى شايفه، لكن انت في الكلينكس ري ممكن تشوف سوفت تيشو ماسس او سودو تيومر وبتشوف معها ايه اسوشيتد باول اوبستراكشن. ادي مثال عيان طفل صغير عنده لا سمول باول كلها سنترال لوكيتد دايليتد باول لوبس، لو بصيت هنا هتلاقي في سوفت تيشو استراكشر وفي هواء نازل معاه، ده هيرنيا في الانجوينال كانال اسمها ايه بال بتوع الجراحه بيسموها ايه؟ اسمها مش الهيرنيا ليها اسماء، الريديوسابل وريديوسابل هيرنيا سترانجوليتد يعني مخنوقه ماشي؟ سترانجوليت ريديوسبل او سترانجوليت هيرن، فعملت العيان سابها لغايه ما عملت له سمول باول اوبستراكشن، وده رايل تيوب مركبين الهالو مش الرايل تيوب في السمك مركبينها لان نتيجه الفوميتنج اللي عنده. الجولستون الا زي ما قلنا يعني انت مش هتقابلها، بس ممكن تقابلها وانت بتمتحن اف ار سي ار ولا حاجه، يقول لك من الحاجات القديمه يقول لك والله ده نتيجه العيان بيبقى عنده جولستون وتنزل وتقف الاليوسيكال جانكشن وتكبر تكبر لغايه ما تعمل اوبستراكشن. هو صحيح ما بيبقاش كومبليت، لكن مع التايم ممكن يبقى اوبليت ويدخل العيان في كومبليت باول اوبستراكشن. ادي مثال عيان اهو عنده ايه ده سمول باول ولا لارج باول؟ سمول باول اوبستراكشن. لو بصيت هنا في الاليوسيكال جنكشن في على مش هقول لك على رقم 3 ده ستون جايه فين؟ في
في الإيلوسيكال جانكشن واقف مش معدي اسمها جول ستون إلياس، بيسموها ليها اسم يقول لك لو معاها اسمه ريجلر تريد، لو معاها كومبليت سمول بول اوبستراكشن وجاز وجاز موجود في الجول بلادر او البايل داكت واكتوبك لوكيشن في جول ستون، التريد الثلاثه دول اسمهم ايه؟ ريجلر تريد. وادي في جاز هنا وفي ستون في الديستر وفي بارشال سمول بول اوبستراكشن اسمهم ريجلر تريد. الانتستسيبشن احنا كتير سيفوا الانتستسيبشن، والاكس راي يعني بيبقى صعب شويه ممكن تشوف الباور ستراكشر بس، لكن احيانا ممكن صدفت معاك لقى في انتستسيبشن تلاقي فيها حته سوفت تيشو بتاع، لكن هو في السونار والسي بيشاف حلو في بور لابيرنس في السي تي سهل جدا، بيبقى دايما في الاطفال كتير عشان عندهم البايرز باتش بتاعت الليمفويد تيشو ونتيجه الاليوسيكال جاكشن اكتر حاجه، ممكن يبقى كولو كولونيك او ايه اليو اليان ماشي، ونتيجه بيجي في الاطفال كتير عشان الليمفويد تيشو في البايرز باتش. في الادلت بيبقى دايما نتيجه تيومر او نتيجه ايه حته لايبوما او تيومر ايا كان خد الباول ودخل بيها عامل فيها انتستسبشن ماشي. ممكن في الاكس راي تشوف كريسنت شيب لكن ده نادر شويه، لكن ادي عيان مثلا عنده انتستسبشن لو بصيت هنا هتلاقي فيه سوفت تيشو دينست ستراكشر في المكان ده غالبا انتستسبشن، ده الكريسنت شيب ده ايه سكندري ساين بتاعت الانتستسبشن. ادي برضو عيان عنده انتستسبشن يعني صدفه انه ايه شفنا فيه سوفت تيشو دينست ستراكشر في اخر الدايليتد باولوب، فلما عملوا سونار سي لقوها دي برضو مكان الانتستسبشن. في السونار والسي تي سهل يعني سي تي اسهل حاجه بتشوف اور لابيرس بتاع الانتستسبشن بناء عليه بتعرف النوع بتاعه اليو كوليك ولا كوليك كوليك. ادي انا عاملين له اكس راي بعد كده عملوا له سي تي سونار وبعد كده عملوا له السي تي، هو طبعا احسن حاجه السي تي من احسن من البتاع ده، لكن هو السونار ميزته لو عينه احيانا بتعمل له ريدكشن ممكن تعمل له انما والانتستسبشن ده يبقى ريزولفي او يفك بالانما فتتابعه بالسونار. ادي برضه السي تي عين عنده سيكند باول لوبس وحصل له ايه انتستسبشن، عين كبير نتيجه في تيومر في الباول لوبس. برضو ادي عيان انتستسبشن ده الورل ابين الكاركترستيك يعني متعود على الورل اول بتشوفها في الانتست على طول تقول انتستسبشن. السمول باول انفاركشن احنا زمان كنا قلنا ما حدش بيعرف يشوفها بس بعد طلع مالتي سلايس سي تي بقت سهل قوي بنشوفها وبنشوف السبيرو مزنتريك فين او ارتري هو اللي فيه ثرومبس ولا بتبقى سهله، حتى لو جه لك ببين وعملنا له كل حاجه مش لاقيين حاجه فهم يقول لك انا شاك في ده فاسكولار ايه بزنتريك اوكلوزيف ديزنتريك فاسكولار ديزيز، فنعمل له سي تي ترايفازيك ارتيريال وفينس وديليد. الارتيريال بنشوف السوبرمزنتريك ارتري والفينس بنشوف السوبرمزنتريك فين والديليد بنشوف الكدني والحاجات الباقيه. لو شفنا ثرومبس موجوده في اي واحد فيهم تبقى حلت لنا المشكله، لكن العين لو اتاخر نشوف ممكن في ايه اير موجود في الوول بتاع الباول لوبس ممكن نلاقي الوول سيكند وفيها الجانجرين ممكن وممكن يحصل برفوريشن في الباول لوبس. ادي عين عنده مثلا جاز في الانترميورال وول، لو بصيت في الوول بتاع شايف السهم في وول موجود سب ميوكوزا ريجن مع باول دايلاتيشن، ده ايه ميزنتريك ايه ميزنتريك فاسكولار اوكلوز، لكن بعد ما طلع السي تي الحاجات دي كانت تشاف متاخره العين يكون بتاع ده. ادي برضو عيان عنده بتاع ده حصل له جاز في نتيجه السوبير ميزنتريك ارت والجاز ده طلع فين؟ ده بورتال ده ولا بيليري بورتال ليه؟ ايوه واصل البريفري بتاع الليبر عشان سنتريفيوجل، يبقى ده بورتال فين؟ العيان ده يعني يمكن قبل ما يموت بساعه مثلا شفته، انا شفته بعد ساعتين تلاقيه مات يعني، يكون يوصل للمرحله دي بيبقى اند ستيج، فقعدوا مصورينه العيان كان عنده مثلا بتاع ده اسكيميا في الميزنتريك ارتري او فين وحصل سلافنج والجاز كمان في المول وعملوا له سي تي لقوا في جاز جوه البورتال ايه؟ البورتال فينس سيستم. اللارج باول اوبستراكشن نفس الكلام فيها برضو نفس الكلام الياس واوبستراكشن نفس الكلام هو لكن هي دايما الكولون بيجي نتيجه تيومر بالذات في الاليوسيكال جانكشن كتير بتشوف الميكانيكال كوز زي الكارسينوما في الكولون والدايفرتيكولايس والفولفولاس اكسترينزك كومبريشن الباراليتيك الياس في اللارج باول قليله عن سمول لكن بتشوفها برضو في بتتشاف في اللارج باول ليها انواع تايب اي وتايب بي مش مشكله الانواع تايب اي 1 وتايب بي 1 مش مشكله ما تفرقش الانواع ماشي. اللارج الفولفولس قلنا احنا السيجمويد اكتر حاجه والسيكم والترانسفيرس كله بيلف حوالين نفسه قلنا كام درجه؟ 360 ممكن ريزولف سبونتينيوسلي او يدخل سيرجيكال يقص الميزنتري الكبير ده ويرجع البتاع ده. الكوميونيكيشن بتاعه ممكن يحصل فاسكر كومبرومايز نتيجه التويستنج نتيجه التويستنج الارتري اللي بيغذي ماشي. السيكال فولفولس قلنا تورشن في الباول لوبس وقلنا البتاع ده بتيجي في العينين اللي ما عندهمش متغطي بالبريتونيال كله بيبقى السيكا مش كله ريترو بريتونيال في جزء منه انترا بريتونيال وادي الشكل بتاعها اللفه بتاعتها لما بتلف
احنا قلنا الباول بتروح ناحيه الليف دايفراج ويبقى الباول لوبس اللي السكندري تبقى كولابس مش دايليتد، لكن السيجمويد العكس بتبقى تروح ناحيه الرايت دايفراجماتيك كوبلا ويبقى الباول لوبس اللي بروكسيمال كلها دايليتد. البلين اكس راي ممكن نشوف الحاجات لو هي بس تبقى في دماغك وانت حافظها، بتشوف السيكم في اكتوبك لوكيشن بيروح الناحيه الثانيه، وبتلاقي البتاع ده الباول لوبس اللي معاه اللارج باول لوبس بتبقى ايه كولابس. ادي اهو السيكم راح الناحيه اليمين ومع اللارج باول لوبس كلها كولابس. السيجمويد فولفس بيبقى العكس راح ناحيه الفريمات الكوبلا والباول لوبس بقى الكافيه بين ابيرنس والباول لوبس بيبقى دايليتد ليه. ادي اهو السيجمويد فولفس لو بصيت في الشكل ده بتاعه، بقول لك الشكل بتاعه لو بصيت اللارج باول لوبس دايليتد، بس هو لسه فولفس حاصل جديد، لو سبته يوم تاني هتلاقي كل شويه بتكبر الباول لوبس اللارج لوب بتاعه. ادي برده الكافيه بين ابيرنس وراح ناحيه العكس ناحيه الكوبلا، لكن لو بصيت ادي اللارج باول لوبس دايليتد اللي جنبه. طبعا السي تي بيشوفه احسن بكتير من الاكس راي، لكن لو ادي السي تي شايفه كويس احسن من يعني ما نغلطش في السي تي عن الاكس راي. الاكس راي بيبقى احيانا بيبقى صعب شويه الا لو الحاجه ماشيه تيبيكال والدكتور بيديك شويه كلينيكال داتا. ده اللارج ازاي تفرق بين سمول واللارج باول لوبس اوبستراكشن. الفالفولا كون ايفنت بتبقى موجوده في السمول، في اللارج مش موجوده. اللوبس بتبقى كتيره في البتاع ده تبقى قليله. الديستريبيوشن بيبقى في الباو لوب السمول بتبقى سنترال، دي بتبقى بريفرال. الهاوسترا هنا ابسيت هنا بريزنت. الدايمتر من 3 ل 5 هنا اكتر من 5. الراديوس اوف كيرفيتشر بيبقى سمول هنا لارج. السوليد فيس هنا ما بتشوفهاش، هنا بتشوفها في اللارج باو لوب اوبستراكشن. الكولايتس والحاجات دي يعني هي احنا في مصر الحاجات دي ما حدش بيطلب لها انفستيجيشن، لكن انت سافرت بره العين عشان متدلعين كل حاجه يعملوها على التامين الصحي، فعين بكورونا كريستيشن كل شويه تلاقي عاملين له سي تي، واحيانا ما فيهوش حاجه بس جاست الباول لوب دايليتد وفيها فيكال مطر بيشخصوا. الكولايتس ليها انه اسباب كتيره، لكن احيانا في نوع من الكولايتس ما تعرفش تشخصه غير بالسي تي، لكن اكس راي ممكن تشوف دايليتد باول لوبس جاست دايليتد بس. لا ممكن تشوف سام برينتنج معاه او معاهش مش 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 قاعده. او ممكن في الحالات اللي العين عندهم اتيرف كولايتس ممكن تشوف الليد بيب ابيرنس واللوست اوف هوستر باترن في حالات الايه اللي بتاع ده. التوكسيك بيجا كولون ده نتيجه كومبليكيشن لاي عيان عنده باول ديزيز، مثلا عنده كرونز، مثلا عنده بتاع ده اي نوع من الكولايتس ممكن يدخل في توكسيك ميجا كولون. هو اللي انت بتشوفه العين ده بيبقى نون مثلا كيس اوف اتيرف كولايتس، مره واحده يجي له الام وبيتعمل له اكس راي تلاقي فيه ماركت ليه دايليتد كولون، فده بيدخل في ايه في التوكسيك ميجا كولون. لو عملت له سي تي برضه شوف اللارج باول دايليتد وفيها ايه اير فلويد ليفل موجودين في السي تي. الاسكيميك كولايتس برضو من الحاجات اللي بنشوفها كتير، وبنشوف هي الاسكيميك والسوممبرينس كولايتس يعني زي بعض كلهم في الشكل، لكن انت تعرفهم بالهيستوري. العين السودومبرينس بيبقى ياخد انتي بيوتيك كتير، عين اسكيميك بيبقى عنده مثلا عيان كبير في السن وعنده شويه مشاكل، عنده اسيروسكلوز وعنده مشاكل في لو عملنا له اكس راي هنلاقي دايليتد باول لوبس والبتاع ده والسيكنج في الهاوستر. لو عملنا له سي تي بيشوف حلو قوي، بص على الكولون عامل زي الكورديون، عارف الكورديون شكل الكورديون بالظبط، ده الاسكيميك. وبرده السودو ممبرينس يدي نفس المنظر، بس هو التفريق بينهم بالهيستوري بتاع العين. السودو ممبرينس ده تلاقيه ليل نهار اي حاجه يجي له ياخد انتيبيوتيك. ده السودو ممبرينس كومن في العين، بياخد انتيبيوتيك فتره طويله، وبالذات العيانين اللي بيجي لهم دايريا وبيجي لهم ايه كولونيك دايلاتيشن. لو بصينا في الاكس راي بنلاقي دايلاتيشن فقط، سي تي حلو قوي بيشوفها كويس. شايف هنا الاكورديون ساين بتاع الترانسفيرس كولون وفي في السيجمويد كولون ده ديفيوز سيكننج وفي ايه بتاع الاوبليتيشن في البري كولونيك فات بلين. ولو سالت العين يقول لك ده انا باخد مضاد حيوي لفتره طويله، فبيعرف هم شخصوا. والاكيوت ابندسايتس كان زمان قبل السادس ما يطلع السونار والسي تي كان صعب تشخيصها، فكان الجماعه القدام بتوع وانا شفت يعني حضرت كنت انا شغال في مكان في باب اللوب، كانوا الدكتور يبعت الحاله ويشرب العين بريان من بالليل ويجي ثاني يوم يصوره. لو صوره ولقى الابندكس مليان بريان يبقى ده نورمال، لو لقاها مش مليان بريان يقول له ده ابندكس. حد فاهمها؟ مش فاهم. طب ليه لو هي مش ما مالتش يبقى فيها انفلاميشن؟ هي سيكنج كلون ما دخلش بريان،
لكن لو فيها هواء ما فيهاش انفلاميشن. انت لو عملتها سي تي، السي تي بس بيشوف فيها هواء، لكن السي تي ما بتشوفش هواء جوه الابندكس. انت حضرتك لو عملت سي تي لعيان عنده ابندكس شوف فيه هواء جوه الابندكس يبقى ده نورمال. لو لقيت وبتقيس الدايمتر، في الدايمتر ما عنديش 6 ملي ترانز فيز. لكن لو انت حضرتك عملت زمان ما كانش لسه سي تي طلع، ما كانش فيه، كان بيشرموه بريه، يعملوا بلين اكس راي ممكن يشوف ابندكولس، ابندكولس او ابندكولس فرايد اليك فصه. لكن ده مش دايجنوستيك للسايتس، هو عشان نقول ده ابندكسايتس ولا بالذات الكرونيك يشربوا بيريوم. هنا كيتو الكرونيك الاثنين يشربوا بيريوم قبلها بيوم، وثاني يوم يجي ياخدوا ايه يصوروا اكس راي بيريوم. فلو لقى الكولون كله مالي والابندكس ماليه يبقى ده نورمال. لو لقى الكولون مالي والاليوسيكال مانكسي والابندكس مالي يبقى ده ابندكسايتس. كده مفهومه؟ ماشي. ثاني يوم ممكن يحصل لها بيرفوريشن ولا حاجه؟ والله حظك كده انت بيرفوريشن يطلع البريم من البريتونايتس، يبقى انت خدمت العيان كده. بس لا، هم الجماعه القدام انا شفت كان حالات كتير من اساتذه، مش هقول لك اسماء جراح ابو عظيم رفعت، الناس احمد شفيق والناس دول كانوا ما كانش في حاجه غيرها تعمل ايه، هو بيشخص. لكن احنا بعد ما طلع السونار والبتاع ده ما بقاش نشوفه. يعني ده عين عنده بلين اكس راي في كالسيفايد استراكشر موجود في رايت ايليك فصه ومع اكيوت بين، يبقى دول ابندكولس، ابندكولس سده البتاع ده الدرينج بتاع الابندكس ومع اكيوت ابندكس. حتى لو شافها بالاكس راي مش محتاج يعمل بريم، لكن لو ما شافهاش بيعمل بريم. لكن السي تي يعني حللنا المشكله، ادي الابندكس فيها هواء ولا ما فيهاش، والفتح حواليها كويس ولا مش كويس، يبقى ده نورمال. لو قستها حضرتك هتلاقيها اقل من ايه؟ 6 مللي، ماشي؟ لو قست الترانسفيرس دايمتر بتاعها تلاقيها 6 مللي. لكن بص ادي عيان اهو عامل سي تي، شايف الابندكس دايليتد قد ايه؟ وفيها فلويد حواليها، وفي حاجه جوه اليومن بتاعها، ده الابندكولس، ماشي؟ يبقى ده اكيوت ايه؟ اكيوت ابندكسايتس. وهو بص انا 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 في انا شفت الجماعه في امريكا اي عيان اكيوت ابدومن عشان يشخص لازم في الاخر تعمل له سي تي، لانه برضو حتى تعمل بين اكس راي شيست وبتاعه وتعمل سونار وما بتوصلش للسبب. كتير جدا انا يمكن اكتر حالات شفتها العيانين بيجوا اكيد بين تعمل له سونار هتلاقي فيه فري فلويد في البلفس وتلاقي دايليتد باول لوبس، والعين جاي في بين بالذات لو طفل تساله يقول لك انا يقول لك ده عمل فاتق من سنه او من سنتين، مش هتعرف السبب، لازم تعمل له سي تي. حتى ايفن لو انت عارف ده قديم لازم السي تي عشان اكسكلود اذر بوسيبيليتي غير القديم، ماشي؟ فلو يعني شفت في المنظر ده اطلب له سي تي على طول، او اطلب له بلينكس ري ايريك، لو ما طلعش فيه ايرف لود لود اطلب له سي تي. فكل حالات الاكيوت ابدو من السي تي هو الـ 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 يعني احسن حاجه فيها في سواء ايا كان سبب. ادي برضو ابندسايتس، احنا عارفين السونار كتير جدا بيطلع كتير جدا السونار في الابندكس، انت بتشوف الابندكس وبتقيس برضو الحجم بتاعها، لو اكتر من 6 مللي بيبقى ابندسايتس، ولو عطيت عليها دوبلر ممكن تشوف الفاسكولاريتي فيها زياده، ماشي؟ ادي برضو عيان عنده ابندسايتس. لو بصيت ادي الابندكس اهي سيكند، لو قستها هتلاقيها وفي في ستراندنج في الادجيسنت فات بلين، ولكن ما معهاش ابندكولس، ده اكيوت ايه ابندسايتس، او دي قد تكون دي ابندكولس او كونتراست انا مش عارف، بس ده اكيوت ابندسايتس. برضو ادي عيان تاني شايف الابندكس كبيره ازاي، شايف الفات بلين ديرتي وبتاع، برضو ادي الابندكس فاردها لك في السكان، فموريك ابندكس لو قستها هتلاقيها كبيره وفيها فلويد، فيها شويه هواء بساط لكن غالبيته مليان فلويد وسيكند، وفي الاستفات بلين حواليها ستراندنج، ده اكيوت ايه؟ اكيوت ابندسايتس. حتى الاكيوت ابندسايتس في امريكا ما يفتحهاش الا بعد سي تي لانها ميديكو ليجر. برضه الكوليستايتس من الحاجات اللي بتعمل اكيوت ابدومينال بين سواء ستون او البوسيلينجول بلادر، وممكن يحصل معها ديودين الياس سنتينال لوب، وممكن يحصل برضه في الالياس في الرايت هيباتيك فليكشر او جاز في البيلياري ممكن تشوفهم. ادي عيان عنده جول بلادر ستون موجوده في الهارت بان باوش والجول بلادر سيكند وول وفيها بيلياري مض مهد اكيوت كوليستايتس، ماشي؟ اكيوت بانكرياتايتس هقول ده بالتفصيل، برضه بيجي لك اكيوت بين والعيان ممكن تلاقي معاه جول بلادر ستون لانها موست مين بقى جول بلادر ستون عدت قفت بانكرياتك ده ممكن تعمل لك بانكرياتايتس، او عيان الكهوليك بره كتير قوي ما نشوفش احنا كتير، او عيان تروما او عن دراج انديوست او اي عن بوست اي ار سي بي كتير قوي بيجي لهم بنكرياتايتس، او عين عنده ايديوباثيك او فاسكولايتس. الاكس راي تشيست في دايما البنكرياتايتس دي من الحاجه العنيفه، يقول لك زي في مثل يقول لك البنكرياس ده عامل زي ايه؟ زي الحيوان الهايم. اول ما يحصل في حاجه تلاقيه ضرب لك كل دينا، تلاقي العين تعمل له سكريت تلاقي بلور فيه، تعمل له سونار تلاقي فيه اسايتس مال البطن كلها، تعمل له مش عارف ايه تلاقي فيه يعني مش تلاقي سنتينال لوب دايليتد، تعمل له اكس راي تلاقي فيه جت
كولون كات ساين، يعني ايه حاجه كل يعني حاجه شنيعه، اول ما بيحصل حاجه بيضرب في كل حاجه. ادي عين اكس راي عنده اكيد بانكرياتايتس، ده ايه اللي احنا شايفينه ده؟ سنترال لوب، تمام. وادي برضو ده ايه؟ كات كولون كات اوف، ماشي. ادي عين برضو على جيتك بانكرياتايتس، لو احنا بصينا هنلاقي البنكرياس ديفيوز للسور وفي فليجم والحواليه والفات بلين كلها ديرتي والدنيا كلها يعني بايظه في الابن كلها، ده اكيوت ايه؟ اكيوت بانكرياتايتس. برضو ادي عيان برضو تاني عنده البنكرياس ديفيوز لسولين وفي بيري بنكرياتيك فلويد كوليكشن، وهت يعني لو بصيت هنا هتكون ايه؟ ده برضو اكيوت ايه؟ بنكرياتايتس. سب فرينك ابسس من ضمن الحاجات يعمل برضو اكيوت ابدومين، وده برضو تشخيصه من صعب جدا، احنا تعمل اكسري وسونار ما تشوفوش كويس، لكن هو السي تي يشوفه كويس جدا ويوريك فيه اير فلويد ولا لا، لكن ممكن نشوف الاكسري. ادي اكسري اهو، ده السونار بتاعه، ادي ده الليفر، وادي ده سب فرينك كوليكشن كله، ده بص، وادي في اير فلويد ليفل واليفيتد رايت ديافراجماتيك كوبلا. ادي برده السي تي، السي تي طبعا رائع في الموضوع ده. ادي سفرين كابس يوريك اكستنشن، وممكن يحسب لك الفوليوم، وممكن برده يوريك ايه تاخد بي جايدد اسبيريشن. الجهاز في الاول بتاع الفيسكس احنا قلنا اسبابه ايه في الاكس راي، السيستيك نيوماتوزيس، وفي الانترستيشال امفيزيما، وفي الجاز فورمينج انفكشن في العيانين الدايبيتيك والميونكو مرومايس، ماشي. السيستيك نيوماتوزيس احنا بنقول نشوف الاطفال عندهم ايه انتيروكولايتس، ماشي، وفي الكبار برضو في العيانين اللي عندهم اسكيميك ديزيز في الباول لوبس، والعيانين الاميون كومبرومايز اللي بيكون عندهم ايه لايبيلتي للانفيزيماتس بتاع ده. النيكروتايزنج كولايتس بنشوفها في البريماتيور، شفناها في البتاع ده، والانفيزيماتس بنشوفها لان عيان الاميون كومبرومايز عيان الدايبيتك والاتش اي في. ادي طفل صغير عنده ايه في لينير موجوده على الول بتاع الباول، ده انتيروكولايتس في بريماتيور انفنت. ادي برضو انفيزيماتس كوليستايتس، شوف الاكس راي ده حلو قوي، ممكن يجي لك في السونار وتبقى صعب عليك انك تشوفها لان جاي لك اكيد بين والهواء ده عامل زي الستون، فانت تفتكر انها ستون ملازقه في الجدار، لكن لو عملت له بلين اكس راي هتلاقي نوع من الانفيزيماتس ذات عين لو ده دايابيتيك، فده انفيزيماتس كوليستايتس. برضو النيكروتايزنج انتيركولايتس في الاطفال الصغيرين. الرينال كوليك احنا عارفينه، وانتوا عارفين الرينال كوليك بيبقى غالبيه الستون بيبقى راديو وبيك عكس الجول بلادر لان فيها كالسيوم، لكن هو الـ 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 دلوقتي لو عين برضو حتى ايفن لو عن سي تي، السي تي طبعا بيشوف احسن من البتاع ده، السي تي بيشوف تقريبا 99% في الحالات اللي فيها رينال ستون. ايه الحالات اللي السي تي ممكن ما يشوفش فيها رينال ستون؟ هنا يعني ممكن يقول لك عملنا سي تي لعيان وعنده رينال ستون وما بانتش في السي تي، مقبول ولا مش ايه؟ لا من غير كونتراست، ما هو السي تي كله بيبان من غير كونتراست، صح؟ هاي الكونتراست بنشوف ستون انت. يعني بتبان كلها كل ستون، ما فيش غير عيانين الاتش اي في بس اللي لو في ستون ممكن ما تبانش في السي تي، لكن 99% في عيانين السي تي بيبان، ال 1% دول بيبقى اتش اي في. ما اعرفش كومبوننت بتاع الستون بيحصل فيها تغيير ايه، انا قريت بس مش عارف ايه التغيير اللي بيحصل. لكن الاكس راي يعني 90% في الحالات بيشوفها 85%، لكن السي بيشوف 99% في حالات الاستون، ماشي. طبعا السي تي كان قبل السي تي انتوا فاكرين زمان قبل السي تي كنا نعمل عين اي في بي، كل مره يبقى روتينكس نعمله اي في بي، والاي في بي ده كله توكسيك للكيبي، فممكن انت من كتر اي في بي تدخله في لينا الامبيرمنت. بعد كده السي تي طبعا حللنا المشكله دي، لكن الفولو اب ممكن العيان عنده يوريتيريك بدل ما تقعد تكلفه كل شويه تعمل له ايه. يعني مثال اهو ده فيلم، دايما بتوع المسالك يحب الفيلم ده الكي يو بي فيلم ده، هو الفن بيعمل لك تريسنج لليوريتر ويطلع لك اليوريتر حته واحده كله، ان هو متعود دايما دماغه لسه فين في البلينك 3 في اليوريتر يشوفه في الاي في بي، فانت لو وريته الصوره دي بتبسط جدا، لو ما عملتلوش الصوره دي يعني كل الكلام اللي انت عامله ده ما بيخش مني. يقول انا اهم حاجه الصوره دي تخليها له على فيلم كامل، تعمل له تريسنج يوريتر يمين وشمال وبلادر، بيدخل بالمالت سلايس تي، يدخل الفني يعملها لك كلها ويجيب له مكان الستون فين ومعاه هيدروفلوز ولا معاه الانفيزيمتس بيلون فرايتس. برضو في العينين الدايبيتك برضو لو بصيت انت هنا، لو بصيت عملت بلين اكس راي العين هتلاقي فيه هواء جوه مين؟ الكاليسيز واليوريتر، ماشي. ده انفيزيمتس ايه بيلون فرايتس دي قوي. العينين برضو الدايفرتيكولايتس في مصر قليله شويه، لكن احنا قلنا بره كتير الدايفرتيكولايتس، تكير دايفرتيكولايتس دي كتيره جدا، ولو شفت اي عيان عنده دايفرتيكولايتس لازم تشوف العين في كذا ويندو، شوف في هواء حواليها ولا لا، في هواء اندر دايفراج ولا في، شوف في ابسس حواليها ولا لا، لان الدايفرتيكولايتس دي ده كتير بترابشر تعمل ابسس، يا اما ترابشر تعمل ايه اندر دايفراج، ماشي. فده اكيوت سيجمود دايفرتيكولايتس الوول سيكند، وفي بري ستراندنج حواليه، لكن الى الان ما عملش ايه
ما عملش ابسس ولا عملش فيلير. الجاينيكولوجيكال ديس اورشا ديس اوردر من الحاجات برضو الرخمه، لو يعني جالك في بين وتورشن في الاوفري مش هتعرف تشوفها غير بايه؟ بدوبلر استاتي. يعني الاكتوبك بريجنسي برضو الحاجات من ضمن الحاجات التانية اكيوت بين، يعني انا عيان مثلا عنده اكيوت بين في الليفت اليك فوس، عملنا له سي تي واكس والسونار ودوبلر طلع اكيوت سالبنجايتس ادفانسد سالبنجايتس، يعني فيها ابسس، يعني فيها تيوب اوفيريان ابسس. برضو عيان برضو عنده كوليكشن موجود تيوب اوفيريان ابسس برضو من ضمن الاسباب بتاعتي. احسن حاجه السي طبعا بشوفها كويس. الاورتو كانيوريزم احنا قلنا الاورتو الثوراسيك والابدومينال ديسندنج والابدومينال 3 سم، الارش والبتاع ده 4 سم، لو اكتر من كده يبقى اليوريزم. ممكن انت في الاكستري تشوف كيرف لينير كاسيفيكيشن، ممكن تشوف الاورتا ده كبير، لكن لو حصل في رابشر ما بتشوفوش غير بايه؟ بالسي تي. لازم يبقى عامل ادي هنا انا عامل اكستري، لو احنا بصينا في الشادو هتلاقي فيه اورتك انوريزم كبير، شايف في كيرف لينير كاسيفيكيشن، في اللاترال فيو هتلاقي ده اورتك انوريزم كبير. لو جاله بين ده انت متوقع يجي له رابشر انيوريزم. ادي عيان برضه حقنها صبغه، ادي في ابدومينال انيوريزم لو حقنها صبغه حصل ليكنج فيه، يبقى في ده في المكان الانيوريزم. ممكن يعمل هيماتوما، يعني هنا بعد الليكنج بعد شويه صوروه بعدها بشويه حصل هيماتوما في مكان الليكنج. طيب اخر سلايد دي يبقى كونكلوجن، اي عيان عنده اكيوت ابدومينال بين لازم يتعمل له كلينيكال اكزامينشن كويس، لان الدكتور بيعمل لك دايركشن. تقول له والله ده جول بلادر ستون، انا ما عنديش غير اكس ري عملناه، طب ما فيهوش حاجه، يبقى تحوله المفروض ايه؟ سونار. عيان عنده مثلا اكيوت ابيدنسايتس، عملت له اكس ري وسونار ومش قادر تشوفها، والدبليو بي سي عاليه عنده، الاكسيت كاونت عالي، تعمل له ايه؟ سي تي. لو عيان انت شاكك يكون اي حاجه باور لوبس، لو الاكس ري ما طلعتهاش او السونار نعمل له ايه؟ نعمل له سي تي. اي بص اكيد ابدو من ده الجولد ستاندرد في سي تي. عشان انت هيجي تتسال يقول لك طب انا اعمل له ايه يا دكتور؟ انا مش عارف العيان ده عملت له، مش عارف اوصل له الحل. ما هو اصل انت ما هو الدكتور في الاخر لو ما وصلش حاجه بيعمل ايه للعيان؟ بيفتح يعمل له ايه؟ لكن هو قبل ما يفتحه يعمل له حاجه نون انفيز، يعمل له ستي. لو لقى المشكله الستي اتحلت خلاص مش ده يفتحه. هو زمان اكيد ابدو من ده كان ايه انت فاكر اكس ري بتطلع، يعني ما بتطلعش حاجات كتير غير يطلع يعمل له اكسبلوريشن، لانه كان لسه ما فيش سونار ولا ما فيش سي تي. وكم العيال يعني كم كتير من العيالين تعمل له اكسبلوريشن وشالت حاجات غلط. يعني مره يعني احد الاساتذه كنا احنا طالب بيقول مره عملنا يعني اكسبلوريشن، يعني في ماس في الكيد نشيل يعني ماس في البلبس شلناها، طلع اكتب الكيد عيال جاله لنا فيري رومات. فهي دي يعني هي دي حاجات غير مقصوده، بس حاجات حصلت كتير مع جراحين كتير. لكن انت لما تيجي في الاخر خلاص هو السي تي هو الفايزر، لو وقفت في اي حاجه ما عرفتش توصل لها الحل يبقى هو السي تي، لو يستحسن بكونتراست. لكن عيان لو بيرجع وعنده مش قادر اي حاجه يعملها نون كونتراست سي تي. ماشي؟ يعني الديفينت دايجنوزس برضه بيحتاج الترا ساوند او سي تي، ممكن يبقى في الاخر خالص كده. ده الاكيوت ابدومين، متهيألي المحاضرتين لهم علاقه ببعض كده، قرايب بعض مش كده؟ الدكتوره تعالى وزع الورق، اعمل كويس بسرعه كده 10 حاجات كده، كل واحد تاجنوز ده الورقه اهو حاطط، كل واحد يكتب اسمه وفي الاخر هنسلم الورق للدكتوره. حد عايز يسال حاجه في الاكيد ابدون؟ في حد اكيد عنده ما عرفش حاجه. ايه